إنه سبحان الله الجهاز هذا سلاح ذو حدين، كيف ما استخدمته يعني تكون نتيجة. إما تكون مذنب أو تكون بإذن الله تعالى ممن نشر وساعد على الخير. أقول سبحان الله يعني الغرب استطاع أن يدخل علينا داخل بيوتنا، واستطاع أن يدخل عليك في أخص يعني أماكنك اللي في البيت أو في أي مكان من خلال هذا الجهاز. ولذلك سبحان الله يعني زي ما قال، وش الجوال المفلس اللي صاحبه يستخدمه، ما هو بالجوال المفلس اللي الجوال القديم أبو كشاف، ولا لا أبو كشاف يمكن يستخدم جواله في الخير، لكن اللي عنده الجهاز الذكي وهو مفلس هو الذي لا يستخدمه في الخير. لكن كل جواله لما تيجي يعني يستحي أن يعطي جوالها أحد أو يشاهد جوالها أحد من كثرة المقاطع السيئة التي ترسل له أو هو يرسلها. وسبحان الله في يعني شيء يجعل الإنسان يتأمل، الرسالة المضرة أو الغير طيبة أو المسيئة، سواء مضرة في يعني لدينك أو لوطنك أو مضرة أخلاقيا، هذه الرسالة التي أنت ترسلها إلى فلان، ها أنت تتوقع أنه والله أنت أرسلتها لفلان يعني خلاص هو انتهى الموضوع، لا، فلان أرسلها لجروب، الجروب أرسلها لجروب، يعني صارت شبكة عنقودية تتعنقد هذه الرسالة، كل الذنوب هذه والآثام هذه كلها في ميزان حسناتك. يعني لا تتوقع أن السيئة هذه فقط للشخص اللي أرسلته له، لا، كل ما أرسلها أحد هي تعود في ميزان سيئة. لهذا هاني أكيد إحنا مؤمنين بأن هذا الجهاز اللي يبدو أصم الآن ويبدو قطعة يعني لن تنطق، ستأتي يوم القيامة وتشهد لنا أو علينا بكل ما ارتكبناه من خير أو شر فيه، برسالة، بحرف أرسلته، بنكتة، بطرفة أرسلتها، بدعوة، بحديث. بعض الناس يعني يشعر بأنه هو، وهذه واحدة من المزالق أنا أعتبرها، أنه يعني وهذه انتشرت للأسف موضة بين كثير من الناس، يقول لك يا عمي أنا مركز في مجال مثلا الطبخ، في مجال التقنية، في مجال الترفيه، في مجال كذا، في مجال كذا، فتيجي تقول لي قول يوم الجمعة صلي على النبي، ولا انشر مرة حديث، ولا انشر، لا 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 هذا متخصصي، أنا متخصصي كذا، أنا ما أبغى أتاجر بالدين. ينزلق خطير جدا. الله أنعم عليك بأنه هذا الجهاز سواء كان مثلا من عبر حساباتك وشبكتك الضيقة اللي هي أهلك وأقاربك، أو الله فتح عليك بعدد من المتابعين 100 200 1000 2000 3000، وما كلما زاد فالله فتح عليك منبر لو نشرت فيه آية واحدة فلك أن تتخيل، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. فمفلس مفلس مفلس حقيقة من يكون بيده حديث أو خير أو أي شيء ينفع به الناس ويمسك عن ذلك ويمسك ويحجم عن ذلك بحجة أنه ليس أهلاً لذلك. أنا عندي في البايو كاتب نقصي لا يمنعني من إكمالك، هذه أنا أربي فيها نفسي، أنا أعرف أن أنا ناقص، أن أنا أقل واحد من المعاي في الشبكة، وأخشى أن أنا إذا جيت أنصح أحد أو جيت أحط نصيحة يجي واحد يقول لي أو يجي الشيطان يقول لي من أنت يا علي عشان تتكلم في هذا الموضوع؟ ما تتكلم، فعشان ما أتكلم فأقول له أنا أتكلم حتى في أشياء أنا ما أصنعها، لكن أنا أعلم أن هناك من سيستفيد منها، وزي ما قال هاني واللي ما يستفيد منها ينشرها الواحد ثاني يستفيد منها وهكذا. فأنا أقول أنه مفلس حقيقة من يأتي هذا الجهاز يوم القيامة ولا يشهد له إلا بشر، أو حتى لا يشهد له لا بشر ولا بخير.